واحد، اتنين، تلاتة، بنصور يا لين. أهلاً أصحابي، أنا لولو، قصدي لين، وده أخويا فريد. والنهاردة 25 يناير، عيد ميلادي. بقى عندي 10 سنين، وده بيت جده أصيل المصري، بيت العيلة. يلا تعالوا معايا. ده جده الكبير أصيل المصري، وكان بيحب الكتب والتصوير. دي أكبر أوضة عندنا، المكتبة. جده نبيل بيزودها كل أسبوع كتاب، وكل شهر صورة. أما ده فباب استوديو جده أصيل القديم، محدش بيخشه أبداً، وكأنه في سر خطير. وبكده انتهى أول فيديوهاتنا. يا خبر! أوبا! جده نبيل هيزعل قوي! أنا هخش أجيب لك الكورة. لين! تعالوا! ياه! دي صور قديمة قوي! ده مكان جميل! ولا اللي بنسمع عنه في الأساطير! شوفوا الكاميرا دي قديمة إزاي! دي مكتوب عليها أصيل بيك المصري! طب اخرجوا وأنا جاية وراكم! حفيدتي الجميلة لين! جدو! جدو أصيل! أنا بحبك قوي! كل سنة وإنتي طيبة يا لولو! هديتي ليكي إنك تعيشي يوم واحد في التاريخ! أكيد 25 يناير! أنا عاوز أعرف ليه هو عيد للشرطة؟ هايل! يبقى دوسي على الزرار الأحمر، مستنيك هناك. هناك فين؟ سنة 52. هو في إيه؟ الفدائيين والأهالي في كل محافظات القنال كانوا بيحاربوا الإنجليز، عاوزين يطردوهم لأنهم كانوا عاوزين ياخدوا بلدنا. وكان من ضمن المحافظات دي الإسماعيلية. البوليس كان بيساعد الأهالي والفدائيين. أمال إيه؟ كلهم مصريين. كان رجال الشرطة على العهد إيد واحدة مع الشعب ضد أعدائهم. وبعدين؟ الإنجليز عرفوا إن الشرطة المصرية بتساعد الأهالي وبتحمي الفدائيين، وكانت النتيجة حصرهم في محافظة الإسماعيلية. وأنا وإنتي هنروح هناك نشوف إيه اللي هيحصل. كل دول عسكروا ظباط إنجليز؟ استخبي يا جدو، هيشوفونا. ما تخافيش يا لولو، إحنا في زمن تاني، هنشوف بس مش هنتشاف، نعيش الأحداث وما نغيرهاش. بوليس مصري، أنت لازم استسلم، سلم سلاحك ونزل هدة القماشة دي. امشي عشان الناس تبطل تحارب احنا. سيب فدائيين وانا سامح انت ونسيبك تعيش. ارجع كايرو. حتة القماش دي علم بلدي ولا يمكن انزله، وارجع انت وعساكرك برا البلد كلها. احنا مش هنستسلم ولا هنسلم الاسماعيلية مهما حصل، ولو متنا هنستشهد ونكون مثال للتضحية عشان الاهالي تكمل الكفاح وتطردكم. مصر بلدنا مش بلدكم. برافو برافو. ده النقيب مصطفى رفعت، البطل الهمام. ايوه انا النقيب مصطفى رفعت، وبنبلغ سيادتك اننا صامدين يا فندم. رغم ان عددهم اكبر مننا وسلاحهم اقوى، لكن ربنا معانا. الذخيرة قربت تخلص يا فندم. هنحارب للنهاية. يلا بينا نرجع عشان الكاميرا ليها وقت، لازم ترجعي فيه لزمنك. يعني ايه؟ ايه اللي حصل يا جد أصيل؟ كل اللي أقدر أقوله إنه كان يوم كله تضحية وبطولة، زي ما لسه لحد دلوقتي الشرطة بتضحي وبتقدم أبطال أساميهم كلها بيكتبها التاريخ. يا لولو، انت بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. جدو، هو ايه اللي حصل بعد ما الانجليز حصروا ضباط الشرطة يوم معركة الإسماعيلية؟ المعركة انتهت بخسائر كبيرة للانجليز، واستشهد عدد كبير من رجال الشرطة اللي اهالي الإسماعيلية كانوا بيساعدوهم ساعة المعركة. المعركة دي كانت شرارة المقاومة، وفعلا الانجليز معرفوش يرتاحوا فيها،
وما فاتش كتير إلا وبقينا طاردين الإنجليز وخرجناهم. المهم إن يومها الجنرال الإنجليزي اتبسط من بطولة ضباط الشرطة المصريين، وكمان أمر ضباطه يحيوهم تقديراً لشجاعتهم وتضحيتهم في سبيل بلدهم، وفضلت ذكرى وبقت عيد للشرطة. ياه، دي حكاية عظيمة فعلاً. جدو